وقانون المساجد هذايا المشروع قانون المساجد كارثه اكبر على خاطر مش نوليو احنا ما عادش عندنا معناها المحاكم اللي تسكر على خاطر في القانون المشروع يقول لك معناها المسجد هو اللي يصلح ذات البين معناها اللي عنده مشكله ما عادش يمشي معناها مش يعمل جلسه صلحيه في اطار الطلاق يمشي للمسجد وعندك اشهار الصديق اشهار الصديق اللي واش تحطه انت في قانون معناها ثمانيه ضد معناها متجهه الى الزواج العرفي ظاهر وتعدد الزوجات بعد الزواج العرفي احنا نعرفه اللي ولا موجود اللي ولا موجود هذا ينجم وحده يتزوج في الجامع ما غير ما يكتب الزواج شفيه هذا في الوقت الحاضر معناها كي بورقيبه نحاه معناها معروف معناها الكوارث اللي تجي من تعدد الزوجات من زواج العرفي اللي خاطر اللي يتضرر منه هي المراه والاولاد حقوق المراه والاطفال احنا بالصداق وبال مضامين الولاده وان شاء الله بلادين وينكر لا وان شاء الله وان شاء الله فما بالك هذا معناها مجتمع كامل اللي بناه ثم معناها النية في نظري واضحة هو تهديم كل ما وقع بناه الدولة المدنية تدمير مدنية الدولة احنا رانا ما استنيناش مش يجينا نهضة مش نولي مسلمين رانا تونس من أعرق البلدان الإسلامية راهو جامع الزيتون المعمور كان منارة في العالم أجمع وأول جامعة إسلامية وراهو الأزهر توانسة شافوا فيه وراهو جامع القراويين في فاس وجامع الأندلس راهو مش توانسة بارك مراء نساء اللي سهروا على بنائه معنا احنا مجتمع مسلم واحنا اللي نبتزوا به اللي ما عندناش طائفية تورجعنا معناها البعض من الطائفية وانقسام المجتمع